خمسة أيام وكأنها خمسة أشهر قضاها والد الشاب سالم مع عدد من الأهل والأصدقاء في الشاطئ بعد فقدان ابنه سالم مع اثنين من أصدقائه في بحر المكلا، واللذان أنقذا لاحقا بينما ظل سالم مفقود رغم البحث الذي استمر عدة أيام. سلومي عنده شوية يعني في المهير هذا أو السباحة يمهر شوية، لا بأس لا بأس، وكان من العادة أنه بين الفينة والأخرى يعني في الشهر مرة أو مرتين يمكن كانوا ينزلون للستين، يعني ينزلون للستين مع أصحابه اللي هم أهل الحافة كامل. وكنت أقول له، أقول له يعني انتبه من البحر يا ولدي، البحر شوفوه كذا وكذا وكذا. وكنت أنا إنسان يعني عندي مبدأ في هذا الشيء، إنه الحارس الله، الحارس الله، مش أنا اللي بقدر أحرسه، مش أنا اللي بقدر 24 ساعة. أنا الله إذا كتب عليه أمر بيجي له حتى هو على فرشة نومه، لكن أنا عارف مسؤولياتي كأب أني أحذره وأزجره ونهصه تمام، وخليه دائما لما بيروح ولا شيء يكون يخبر نحن أنه بيروح. في السنة دائما نحصل احنا على حوادث، أكثر الحوادث تحصل نحن في شهر 7، ولكن لا الحمد تم السيطرة على شهر 7 كامل، وتمت الحوادث تتكرر علينا في شهر 8 و9 بسبب التيار المائي الساحب زاد في زيادته، أكثر زيادته في شهر 8 و9 بكثرة. لذلك المرتادين البحر، نتمنى من مرتادين البحر أنهم يخرجون الأطفال لديهم أولياء أمورهم، أو أنه يكون عندهم موجودين يعني ناس كبار وعقال وسباحين ممتازين. فقدان مؤلم جعل ذوي الشاب المفقود لا يبرحون البحر، حيث نصبوا خياما في الشاطئ ينتظرون فيها خبرا قد يفرح القلوب الحزينة. وبعد مرور أيام قاسية تم العثور على الشاب سالم بعد أن توفي واختاره الله إلى جواره. هم خرجوا يوم الجمعة مع الشباب من عيال الحافة حقهم، وتفاجأنا بالخبر لما اتصلوا وقالوا سلومي غرق. طبعا سلومي هو ولد عمي عبد الله، وتواصلوا معنا، جينا مسرعين مرابطين من يوم الجمعة إلى اليوم الأربعاء. طبعا نحن والشباب يا البسويد ما قصروا بشكل كبير. يعني أنا طالب هنا من موقعي هذا كأب مكلوم، يعني أب مكلوم، أطالب من السلطة المحلية أنها تزيد من اهتمامها برعاياها وبالناس أكثر. يعني أنا تمنيت تكون عند قوات خفر السواحل، يعني ليش مثلا قوات خفر السواحل مثلا ما تكون مزودة مثلا بأدوات استطلاعية مثلا زي الطائرات هذه، تساعدهم مثلا لما يبلغ واحد. يعني إيش فائدة الطائرات بيقول لي واحد والواحد غريق؟ يا أخي في واحد يا أخي يصارع الموت لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق أو نص ساعة، فوجود الطائرة هذه يحدد مكان الغريق ويسهل تحديد موقعه، فتتم عملية إنقاذ بسرعة، لأنه مسألة السرعة هي فارق بين الحياة والموت، يعني دقيقة تفرق بين الحياة والموت. أنا أوصل رسالة للسلطة المحلية أبغاها تكون أكثر اهتماماً، يعني تزيد عدد القوارب في الزوارق البحرية، الأدوات اللي فيها دبب الأكسجين، أو يعني تدعم قوات خفر السواحل. هي نصيحة لمن يصعد ويعتلي على حساب آلام الناس من أجل كم لايكات أو ترند أو شيء زي هكذا من الكلام الفاضي هذا. يعني في ناس الله يصلحهم ويهديهم، بنقول يعني تسببوا في إثارة الأوجاع والأحزان بشكل يعني ينشرون أخبار، بعض مواقع تنشر أخبار أنه تحصلت الجثة في المكلا مثلا، بعد نص ساعة ساعة في خبر يقول له والله حصل الوليد حي عند قبيلة الفلان. فالأخبار هنا السوشيال ميديا تنقل الأشياء هذه بسرعة، وعندنا في البيت كل ما هدينا الوضع وحصلوا خبر زي هذا، إن كان بالسلب أو بالإيجاب. إذا كان بالسلب مثلا فهناك في آلام بتكون متجددة وتتعمق، على أساس أنهم يبغون ينظرون لابنهم هذا وأخوهم وأخته.
وإذا كان أيضا بالإيجاب أنه حي لا زال هكذا فهذا يبعث بالأمل وينصدم ينصدم بالواقع ويصير عندنا يعني نحن ثلاث مرات رحنا المستشفى يعني ثلاث مرات رحنا المستشفى حق باش رحيل من عمليات الإغماء وعمليات يعني الهبوط فننصح هؤلاء الناس اللي يستخدمون آلام الناس في الشهرة هذا ما فيه إثم كبير وعظيم أرجو منهم أنهم ما يتعداولون الأمور الإنسانية الأمور الخاصة. كثيرة هي حوادث الغرق في البحر وكثيرة هي أسبابها منها عدم إجادة السباحة أو السباحة في أوقات هيجان البحر أو بسبب التيارات والدوامات المائية أو قطع مسافات طويلة وعدم القدرة على العودة أو الإغماء لأسباب صحية أثناء السباحة أو السباحة المنفردة بدون وجود أشخاص مرافقين أو متواجدين بنفس المكان وعدم الالتزام بقواعد الأمان والسلامة. وأخيرا وليس آخرا علينا أن لا ننسى أن البحر مهما راقت لنا أجواؤه وشواطئه الساحرة وهواؤه العليل إلا أن له أمواجا هادئة أحيانا وهائجة وغدارة أحيانا أخرى.